الخير. المشاهد يلي رح تشوفوها الليلة أليفة هي جزء من حياتنا اليومية، منا غريبة عنا نحن اللبنانيين. كل مورفين السياسة خرقت عروقنا، تغلغلت بأجسامنا، سيطرت على أذهاننا، فأصبحت هي المحرك والمدمر بنفس الوقت، لأن اخترقت كل جانب من حياتنا العاطفية، وكأنها هي تنظم العلاقات بين الزوج بالزوجة، الأخ وأخته، الحبيب وعشيقته، الأب وابنه، الجار وجاره. هي السياسة اللبنانية يلي زحفت كل حي إلى كل حي، كل شارع، كل دكان، كل بيت وكل عيلة. والغريب أنه اعترضتنا كتير كتير من الصعوبات لنقل هالمشهد الأليف إلى الشاشة الصغيرة. تحضير حلقة وحدة كان من المفترض يكون سهل نظراً إلى وفرة الحالات يلي عم نبحث عليها. تحضيرها كان صعب طويل، أكثر من شهرين عذاب مع الناس. بالبداية يقبلوا يحكوا ويغيروا رأيهم فيما بعد، وكتار يقفلوا الخطوط بوجنا. ليه؟ خجلانين، مستحيين يعترفوا بخلافاتهم بقلب العائلة الواحدة، بتشنجاتهم بقلب الأسرة الواحدة، بسبب الزعيم الفلان أو الحزب الفلان. الكل بيعرف قصتهم، فلماذا الخجل؟ لأنهم غير مقتنعين بأفكارهم وبمبادئهم يلي بتأدي فيهم إلى التشاجر مع أقرب المقربين إلهم، فبيرفضوا الاعتراف بواقع بعيشوه اللبنانيين اليوم. بقدر المستطاع حاولنا ننقل هالواقع، وهيدي هي الصورة أو طبعاً جزء من الصورة عن الانقسام الحاصل بكل لبنان، بكل المجتمع اللبناني، بكل فئاته وكل طوايفه وبدون استثناء. المتن الشمالي، إلى هالمكان كانت وجهتنا. حاولنا نقوم بجولة على مختلف المناطق اللي بيتضمنها. وقدرنا أثناء مشوارنا نجول بتاريخ هالمنطقة اللي انكتب بالأحداث وأعمال الأحزاب اللي حفرت بقلوب سكان المتن أثر عميق تم التعبير عنه بمنافسات بتختلف أنواعها وبتشتد وبتحتدم في فترات الانتخابات. في المتن الشمالي قوى عدة تواجهت خلال السبعينات ولغاية آخر الثمانينات، وكانت عبارة عن حزب الكتائب والحزب السوري القومي الاجتماعي. فحزب الكتائب اللي أبصر النور عام 1936 في ظل الانتداب الفرنسي واجه معارك وحروب شرسة عام 1975 في المتن بمواجهة الحزب السوري القومي الاجتماعي ولغاية نهاية الثمانينات، وأسفر الوضع عن سقوط آلاف الشهداء والضحايا من أبناء المتن الشمالي وخارجه أيضا. ومن أبرز الحوادث اللي مرت كانت حادثة اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل بالعام 1982، وهي الحادثة طبعت ساحة بكفية باللون الأسود. ومع الوجود السوري داخل المناطق اللبنانية وخاصة في المتن الشمالي، لقى الحزب السوري القومي الاجتماعي قوة ودعم استمروا بشكل ملفت لغاية العام 2005 حين رحيل آخر جندي سوري عن الأراضي اللبنانية. وما بقي اليوم بهالمناطق سوى لوحات تذكارية وتكريمية في أوساط ساحات ضياع ومناطق المتن لتذكرنا بتاريخ صعب كتب بالدم. ومع بداية التسعينات برزت قوى أخرى في الساحة التنافسية عبارة عن حزب القوات اللبنانية والتيار العوني الذي بيت يعرف اليوم بالتيار الوطني الحر. وانقسمت المواجهات والتحالفات اختلفت سنوياً باختلاف الدورات الانتخابية، وإنما أغلبها كان تحالف حزب السوري القومي الاجتماعي مع التيار الوطني الحر مقابل حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية. من بيت الشعار إلى مزرعة يشوع وزكريت إلى ساحة بكفية مروراً ببتغرين وصولاً إلى عينتورة، جولة أردناها لنوصل إلى المكان الذي اعتبر المواجهة بين حزبي السوري القومي الاجتماعي والكتائب
كانت الأشد والأقوى والأكثر حدة بعين طورة. واليوم لقائنا مع بعض الأهالي هو لترقب عن كثب ما قالت إليه الأحوال. ما بعرف سياسة عجبت سوري ليه؟ لأنه مثلا بتخافوا تحكوا كتير؟ لا ما بخاف، بس إنه نحنا السياسة هلكتنا، يعني سياسة البلد، مشان هيك ما بحكي فيها. هيك كان الاستقبال إلنا، مواجهة صعوبة بالتحدث أمام التلفزيون عن موضوع السياسة لشدة احتدام الوضع بين الأطراف السياسية المتنازعة ضمن منطقة عين تورة المتن للتاريخ الصعب والأحداث المؤلمة اللي مرت فيها المنطقة ونتج عنا عدد كبير من الشهداء. ويلي بده يلطي راسه اليوم ما يحكي سياسي، يعني إذا لصالح البلد ما يحكي. ولكن أصرينا على متابعة جولتنا لمعرفة آراء أخرى. نحن عم نجرب قد ما فينا نظهر من ماضي كتير مأساوي، يعني كتير مأساوي بقلب هالضيعة هون، وصار فيها مجازر وفيها حقد رابي من أيام جدودنا. وقد ما فينا هلأ عم نحاول نحن نقدر نظهر من هالحقد هيدا اللي رابي بقلب هالضيعة هيدي، ونقرب وجهات النظر ونجعل إنه اختلافاتنا السياسية ما تعمل خلاف بيناتنا. التقينا صدفة بأحد مخاتير عين تورة اللي عبر عن رأيه بهالطريقة بجرأة وصراحة تامة. تنافر 200% بكل ضيعة، بحكيكي على ضيعتنا وبتشي على كل ضيعة فيها تنافر 200%، بس خدوس الضيعة يعني الخيدو تخيو، وبعدين تعرف البلد كله سوا، المصاري بيلعب، المصاري الانتخابية بتلعب بكل شيء. بعدنا لغاية هيدا اليوم بيصير في لعب بالمصاري، بالماني بتلعب دورة لبكرة كمان، مش لليوم، لبكرة ماني كل شيء. طب مين أكثر يعني الجيل اليوم كيف صار بينظر لموضوع السياسة؟ بينظر بيقبض 200 دولار 300 دولار هيدا اللي حقه، وبيحمل حاله بروح بينتخب، بيشتروكي ب 200 دولار كل أربع سنين بيشتروكي ب 200 دولار وبيبيعوك اياها 200 دولار حقك على 4 سنين. هيدا البلد وهيدا الواقع اللي عايشين فيه، حقك 200 300 دولار على 4 سنين بمسحوا فيك الارض بعين تورة وكمان عاضرب خدي على لبنان كله سوا ومن عين تورة بلشي. المال بيلعب دور كبير اثناء المعركه الانتخابيه، الامر اللي بيزيد الاحتدام بين سكان منطقه عين تورة. اذا صار في اختلاف يعني بتقولي مثلا جيشين وهجموا على بعضهم كثير، يعني انه يعني شو بدي اقول لك، في نفور، النفور موجود، ما فيك تنيمي هذا النفور موجود، ما في جنان. وحاولنا التحدث الى سكان ضيعه عين تورة، وانما الرفض كان الجواب حين علموا انه الموضوع المطروح السياسه. لا مستعجله. الله معك. سلام ينعاد عليك. وعليكم. يا تيتا خبرينا شوي، شو رأيك بالوضع هون؟ قديش السياسة صعبة عندكم يعني؟ أنا حتصدقيني ما بعرف. سيس. طيب ميرسي. الله خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير. وإنما الوضع اختلف لجيل الشباب المندفع اللي عبر عن رأيه بوضوح وصراحة. هم بعين تورة بيحبوا المصاري، يعني اللي مين بيدفع أكثر بينتخبوا معه. القصة كلها. أنا نحن ما عنا مشكلة مع الشباب، مع بعض الكبار عندهم مشاكل مع بعض، يستقلوا الكبار. صرتوا واعيين لفكرة إنه أنتم بدكم تعيشوا بعيداً عن الخلافات السياسية؟ نحن عايشين بعيد عنهم كلهم، يعني مثل ما شايف يعني. في عيال هون ما بتحكي مع بعضها كرمال الاختلاف؟ أكيد. مزبوط يا معلم ولا لا؟ زلمة كبير بعد فيه. ما بدك تصور؟ لا عليها أحلى. ليش؟ مصور شو على؟ خبرني شوي، ليش في خلافات بين العيال؟ ليه بعد قديمة كلها من وراء الحزبات، من وراء الحكام، مثل ما عم بقول لك إنه هني مختلفين مع بعضهم، وما في شيء على الأرض بتحسي، بس يجي الانتخابات بس الخلاف. طيب وهلا مؤخرا يعني خايفين إنه يرجع يصير في خلافات؟ لا خلص بيختلفوا هني مع بعضهم، رعية العالم هني بيختلفوا الكبار مع بعض، ضلوا مختلفين. هلا باش حيرد عليهم؟ اكثر قليل اللي عم برد عليهم، واكثريه العالم مش حتنتخب لا بمصر ولا بلا مصر. واثناء تواجدنا ارادت السيده التحدث امام الكاميرا. مع ما بالك انت الحساسيه، بعضنا هنيين باوردين ونايمين، مع ما صارش في حساسيه. امتين
طيب يقرب الانتخابات شو بيصير؟ بيزمروا، بيعملوا كيات، بيحموا الزوبعة، بيحموا العلم الكتائب، بيعملوا علم القوات، وبيزمروا كل شيء بيعملوا. بس بتنتهي لهون ولا بيصير في مشاكل؟ لا بتصيرش للمشاكل، يعني بتعرفي شباب اول عمرهم كل واحد شو بحبس بده يحمل العلم. وشي لكم كيف بيعبر عن هالحزازية اللي بتصير؟ يعني بنروقهم، قلن يا شباب روقوا، تروقوا، كل واحد عنده مايل بهالدنيا، كل واحد عنده حازب بيروقوا ساعتها. بيروقوا معكم، مش انه انتم بتربيتون على تفكير معين مثلا؟ في كتير بيربوا على هيدا النمط، لا بس انا مش مربي على الحزازيه، انا بنحب كل، بس في كتير بيشربون الحزب من هنا وصغار، نحن لا مش الكل يعني. شو قصدي؟ قصدي يعني مثل عبايد، الرفيق عبايد الاول. بيربوا من انه صغار الولد، اوعى ما تكون هيك، ما حدش قايل له. طلع بعد خليت على الانتي في تقل. قال له تحيا سوريا. مين يا مان؟ وهيك بتبرز الانتماءات السياسية لدى جيل الشباب، إن كان القوم السوري أو القوات اللبنانية، بعد ما يكونوا استفزوا بعضهم، وإن كان تحت عنوان المزح. كل المنطقة مزبوط، أخضر ولا أحمر؟ ولا أورانج. هيك بيولع زيادة. داخل منطقة بتغرين الوجود السياسي له كلمته لدى سكانها، ومحور هالوجود هو الوزير ميشيل المر، فابن بتغرين بنى زعامة صار من زمن بعيد رقم صعب بالمعادلة السياسية والانتخابية بالمتن، ولكن أمر الواقع ما منع التنافس السياسي الكبير يخليه اليوم بين التيارين السياسيين والشعبيين المسيحيين العونة والقوات. أهلين، أهلا، تفضلوا. دخلنا إلى أحد بيوت بتغرين اللي استقبلنا صاحبها نقولها صليبة، وهو بينتمي إلى التيار الوطني الحر، وبيعتبر توجه السياسي الأكثر تعبيراً عن آرائه ومبادئه، وإله مكانة خاصة عنده خصوصاً أثناء التحضيرات للانتخابات. ولكن داخل بيته المنافس الأكبر والأشرس زوجته اللي هي بتنتمي إلى حزب القوات اللبنانية. وقت اللي تعرفت على المدام ما كان في الموضوع السياسي، يعني صارت الصدفة وتعرفت على المدام، بعدين تعرفت عليهم وما كانش في خلاف عوني قوات بالشكل، لأن أنا السنة اللي تعرفت عليها 92 كنت طالع من الجو ومسافر وجيت على البلد مش محتد سياسيا، فتعرفنا بعدين عرفت نفس طبعاً أنهم قوات ويمكن معهم حق، بس نفسي من الأساس أنا غير قوات. الخطابات السياسية على شاشات التلفزة بيشاهدها كلها، خاصة تلك المتعلقة بالجنرال ميشيل عون. أنا بطيب لهم تقليل عليك ولو الأمر اللي بيزيد الحدة بالآراء أثناء تواجد العائلة. إذا سمير جعجع عم بيعمل خطاب أنا بسمعه، وقت بعلق عليه بالسياسة شي بيعجبها لمرتي شي ما بيعجبها، وحتى للموجودين خيي أو غيره، وبس يحتد الحديث بالموضوع نبطل نسمعه، بصير عملية شريعة، بعدين تنرجع نبرد نفسي وتنرجع نسمعه. شو يا جار؟ كيفك؟ طلعوا نشرب قهوة يلا. وأثناء تواجدنا اتصل فيه جاره كميل صليبة الساكن في المنزل المقابل لإله، وهو بينتمي إلى حزب القوات اللبنانية، ودعا لمشاهدة سوية خطاب كان عم يلقيه الدكتور سمير جعجع. أوكي يا أهلا وسهلا. ماشي طلق وين بي جاري؟ على هذا الحيط من صوب الترمبة بعلق صورة دكتور جعجع، أنا على حيط البناية من صوب الترمبة بعلق صورة ميشيل عون. رجاء أهلاً. أهلاً، كيف حالك؟ أهلاً، عشو مدعب هلأ بورد بس شفتك، تفضل. الله، مرسي.
دخلوا والجلسة بدأت بعد مشاهدة خطاب الدكتور سمير جعجع. مؤخرا من جمعتين ثلاثة عاد طيار وطني الحر عم بيطرح قانون لقاء الأرثوذكسي، وامبارح بلجنة التركي طرحوا من جديد، عاد طرح انه عم نستعرض المشاريع، وطرحنا هالموضوع ورجعنا ذكرنا على انه يروح يصوت دغري، يروح يحط القانون ويصوتوا ببين مين معه ومين ضد. انا موافقك هلا. شو قال؟ قال نحن موافقين. يلا نحن موافقين. المطرق بده اياها 64 نايب، بنضل نعطيكم نايب درزي الهبر ونايب شيعي، صاروا 68، اخذنا الاكثريه ومش القانون. هلا حينزلوا على الجلسه صح ولا لا؟ اذا في حال انقرت قانون الارثوذكسي مبروك للي بيربح. صحتين مبروك للي كل واحد ينزل. نحن موافقين عليه، نحن ماشي، نحن من الاساس نحن موافقين عليه، نحن قلنا حلفائنا لحتى يمشوا فيه وقالوا لنا اوكي. نحن ان شاء الله يكذبوا علينا حلفائنا، بنمشي نحن وياكم. تغلغل السياسي بحياة اللبناني منا ظاهرة جديدة، لا بلبنان ولا بالمجتمعات يلي بتعتبر إنه السياسي هي البعد يلي بينظم حياة الجماعة وفن وإدارة شؤونها. إنما طبيعة تداخل السياسي بحياة الأفراد هي مختلفة بلبنان عن المجتمعات الأخرى. فيها كتير من الحدة، فيها بعض الغرابة أوقات، وقت منشوف إنه أبناء العيلة الوحدة اللي رابين مع بعضهم، الإخوة، الأهل، الأصدقاء، عمالة بيختلفوا، أوقات بيوصلوا إلى حد الخلاف فيما بينهم. هذه هي الغرابة بالموضوع. طبيعة السياسة هي طبيعة على أنه يكون في نوع من الاختلاف ونوع من الآراء. فإذا الشيء هذا كظاهرة منه غريبة، منه جديدة. الغريب فيها هي نوعية حدوث اليوم ونوعية عيش اليوم في الظروف اللبنانية. انقسام، تفكك، كيف ممكن نوصف اليوم حالة التعايش بين الناس بظل التناقضات السياسية؟ كيف بتنعكس على حياتهم؟ بتفرقهم؟ أو بيتعايشوا معها؟ نحن عنا هون نأخذ السياسة مش تنافس، السياسة صراع، نتصارع، وبالتالي هذا الصراع يجب أن ينتهي بغالب ومغلوب. أنا بدي أغلبه، أنا بدي ألغيه سياسياً، وبالتالي عندما تنتهي حتى العملية السياسية تبقى هذه السيطرة للغالب والمغلوب. كل ما يقال عن ديمقراطية ونحن منحب الديمقراطية وكذا، هو ب90% منه تعابير كلامية لفظية منبرية. السلطة، أنا الوحيد، أنا يلي بدي كلمتي تنفذ، والآخرين يجب أنه ما يكونوا، من هو ضد هذا الرأي لا وجود له سياسياً. الاختلاف هو أساس كل علاقة بين أفراد المجتمع، فلا أحد يشبه الآخر ولا رأي كالآخر. التعددية والتنوع تغني مكونات النسيج الاجتماعي وهي نبض قلب هالمجتمع. أما أن تنقلب هالتعددية إلى تصارع حول إيديولوجيات أو شخصيات، يعني انحراف خطير يؤدي بالمجتمع إلى أن يكون مرآة ذاته، نرسيسي يحب نفسه فقط، فلا يتحمل أي مجتمع آخر غير نفسه. فإنكار الاختلاف يحمل بطياته إنكار للديمقراطية يلي بتعني التنافس الشريف، النزاع الإيجابي، بعكس التوتاليتارية يلي بتعني الإجماع، رفض الاختلاف واللون الواحد. والمعادلة نفسها تطبق بالحقل الخاص، بالحياة العائلية، بالعلاقات بين أفراد الأسرة وبين فئات المجتمع. والذي يطبق بالشأن العام هو أيضاً صالح على صعيد الحياة العاطفية على تعدد أنواعها. بعبارتين، الاختلاف هو محرك المجتمع، الخلاف هو محرك الديمقراطية. ولكن ما القول عندما تنقلب المعايير وتتشوه المعاني، فيصبح الخلاف معناه نفي الآخر، والاختلاف يعني عزل الآخر نهائياً من الوجود. السياسة بلبنان تعدت الانتماء الحزبي لانتماء طائفي تعصبي عقائدي عند بعض العيال اللبنانية، ما أدى لمشاكل وخلافات عائلية غيرت حياة كل فرد من أفراد هالعيال.
تحدثت عائلة مشيمش مطابقة لهذه الحالة، والسبب هو تعارض أفكار الشيخ حسن مشيمش القيادي السابق بحزب الله مع الخط السياسي الحزبي اللي كان يتبعه، ما أدخله هو وزوجته وأولاده في متاهات الخروج منها صعب جداً. فقد حول الشيخ حسن من رجل دين وعلم إلى سجين سياسي متهم بالعمالة. قضية اجتماعية بيعرضها رضا ابن الشيخ حسن أمام كاميرا تحقيق، وبيكشف تفاصيل الخلاف السياسي اللي ولد صراع عائلي وصلت ذروته لحد المقاطعة. أولاً كان والدي الشيخ حسن مشيمش منتمي إلى حزب الله، وكان من القياديين فيه، كان مستشار الأمين العام الشيخ صبحي الطفيلي بأوائل فترات الحزب، وطبعا مع الوقت نتيجة الاحتكاك أكثر والتجربة الأعمق مع الحزب صار الوالد عنده قناعة أنه في شيء غلط، في لبس ما بمطرح ما بالأفكار اللي مآمن فيها، حتى أدت بـ 98 لانفصاله عن الحزب. بعد انفصاله عن الحزب طبعا القياديين وزملائه اللي كانوا معه لأنه كان من الصف الأول فما تقبلوا الموضوع بسهولة، فكان يعني عبارة عن مهاجمة دائمة ومحاربة دائمة له لتهشيم صورته وتحطيم الرمزية اللي كان فيها هو طبعا لأنه كان بموقع متقدم. وبطبيعة الحال كان في شبه من المنافسة الفكرية لأنه بالأصل اختلافه معهم كان اختلاف فكري وثقافي وعقائدي من الناحية التنظيمية، وبالأخص فكر ولاية الفقيه وثقافة ولاية الفقيه. ما اكتفى أصحاب الخط السياسي المغاير لأفكار الشيخ حسن بتهميشه وإقصاؤه حزبياً، وإنما أيضاً أرادوا إقصاؤه اجتماعياً وتحطيم صورته ورمزيته الدينية. هيك بيروي رضا قصة والده يلي وصلت بعام 2010 لحتى توقيفه بتهمة العمالة لإسرائيل بالرغم من عدم وجود أدلة كافية وجازمة لإدانته. كملنا حديثنا نحن وعم نتجول بمنطقة عين الرماني مكان عمل رضا، يلي بالرغم من طبيعة الطائفة المختلفة عن بيئة رضا الجنوبية إلا أنه بيوجد بشوارعها منفذ لحريته وراحته النفسية. أريح من ناحية أنه تقدر توصلي فكرتك وتدافع عن حالك بأسلوب وبطريقة تكوني أنت فيها مرتاحة وتكوني فيها بالسيف سايد. والنظرة للعالم هون ما بنظروا لكم مثل النظرة بجنوب؟ لا طبعاً هون لأنه مجتمع منفتح ومجتمع شوي أوسع فيك تعبري عن لك برياحة أكثر. اختلاف سياسي تحول لصراع عائلي محتدم مع أولاد العم والمحيط، وقع ضحيته أفراد العائلة. توجهنا مع رضا لمنزل العائلة الواقع بالضاحية الجنوبية اللي انتقلوا عليه مؤخراً تجنباً للمشاكل مع الأقارب، للقاء والدته والتحدث معه ومع ابنه عن هيدا الصراع يلي ما زالوا عم يعانوا منه. شباب صراع العائلة عنا بلش من وقت ما صار في اختلاف بالتوجه السياسي، من وقت ما قررنا نحن أن نكون أو أدركنا أن قناعاتنا السابقة بالانتماء لحزب الله كانت فيها نوع من الغلط وفيها نوع من يعني التوجه الخاطئ، فأدركنا وغيرنا سياستنا وصرنا عم نحكي عن تجربتنا السابقة وكيف كان وين أخطأنا وين أغلاطنا وين غيرنا. فبطبيعة الحال لما انت عم تغيري من فكر حزب له تمثيله بمجتمع جنوبي فتعرضنا لاصطدام
على المحيط الواسع اللي هو المحيط العائلي، وعلى الزون الضيقه اللي هي العائليه، لحتى يعني صرت فيك تقولي انه صارت العائله عندها نفور منك، لانك انت صرت جزء اخر، صرت انت مكون اخر غير المكون اللي هن بينتموا له. مين هن العائله يعني تحديدا؟ يعني فيك الاقرباء، الاولاد العام المقربون، يعني وصلت فيك في وصلت لحد التحريم انه يدخلوا على بيتنا، انه تحريم الدخول على منزلنا بسبب التوجه السياسي المغاير. الحوار والنقاش محل مشكلة العائلة مع أولاد عمهم، وإنما زاد من حدة المواقف بسبب الأفكار المتصلبة الجامدة الراسخة بعقول أقرباء آل مشيمش. العلاقة العائلية كانت مع الأقرباء ومع أولاد عمي ومع الجميع بمحيطنا كانت أكثر من ممتازة، ولكن نتيجة الاختلاف الفكري المنغلق طبعا، لانه نحن حاولنا قد ما فينا نشرح ونبين وجهه نظرنا، ولكن بتحسي انه نحن عم يبرم هذا الحوار في فلك واحد، يعني ما في ما في ما في ما في ما في سماع لوجهه نظرك، في انه انت لمجرد انك انت عم تحكي بشيء جديد فانت تحتاج الى دليل او تحتاج الى شرعيه من ناس بيمثلوهم، فانت ما بيحق لك تحكي بشيء جديد، ما بيحق لك تحكي بافكار، او ما بيحق لك تحكي بانتقاد طالما انت مش من داخل هذا التنظيم، او ما اجيتش من البنيه التنظيميه انه هذا الشيء غلط او هذا الشيء غير مقبول. بخبرنا رضا هو والدته هن وقاعدين عم يشاهدوا الأخبار عن إعلام مسيس سلط الضوء على قضية الوالد باعتباره عميل وليس سجين سياسي. أفكاره التحرورية المعادية لولاية الفقيه كانت السبب باعتقاله. أكيد بالتأكيد أنا مع خط المقاومة، بس مش مع حزب الله ولا سياسة حزب الله، برفض هالشي كلياً. صار في معنا مضايقات كثيرة، من جملة المضايقات قصة إنه مرة أول ما فات الشيخ وصار يطلعوا إشاعات عليه إنه هو فعلاً عميل وإنه في كامشين عليه أدلة وبراهين، فنحن بدنا نعرف نتعاطى معه كعائلة وكضيعة. حاولنا بشتى الطرق إنه ناخذ ونعطي معهم، ما كانوا يتقبلوا الحوار معنا أو نبين لهم شو وجهة نظرنا. فقرر الشيخ يكتب رسالة يبين فيها ويوضح فيها إنه شو هو الخلاف الأساسي اللي صار فيه هيك، إنه هو ما عنده أي شيء واضح وما في عليه أي من هالأشياء اللي عم يحكوها هن. فبعت رسالة بيّن فيها ووضح فيها، قال انشروها بالضيعة لأهل الضيعة وللعائلة لتعرف أنا شو في، شو الأساس مشكلتي مع شو اللي صار معي بالضبط وشو المشكلة الأساسية من باب التوضيح. فراح ابني لحتى يحطها عند بالمحطة، يعني علقها عند المختارة، فما قدروا هن يبينوا على الساحة أنه هن ضد هالشي، فبعتوا ناس من العائلة، يعني ابن العم العائلة، فوقفنوا لابني وقال له ممنوع انت تحطها، نحن هيدا ما بيناسبنا وهيدا شيء مسيء وهيدا، يعني المهم باي طريقه إن كان انه ما حتى يتجنبوا الصراع، انه يكون انه هني والله جديا حزبي يعني على حزبيا، يعني انه نحن عندنا صراع صار مشكلتنا مع الحزب، لا هني بدهم صراع داخلي انه حتى العائله ذاتها ما عم تقبل، بعطوا شخص من قلب العائله حتى يحكي بهذا الشيء. ومن أبرز العبارات يلي تضمنتها رسائل الشيخ توجه من خلالها للجنوبيين: ولم أستيقظ إلا بعدما أنفقت من عمري عقدين قضيتهما في تجربة سياسية فكرية جهادية تحملت فيها أشد المخاطر الأمنية وأقسى ألوان الفكر، إلى أن أبانت لي وأظهرت الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان، حاربتها فاتهمت بالعمالة.
يمكن أن تحتل مكانة كبيرة بحياة الثنائي، فالالتزام بخط سياسي معين يمكن أن يكون هو عامل التقارب حتى التزاوج، كما يمكن أن يكون عامل الاختلاف حتى الافتراق. الالتزام بفكر أو بحزب أو بتيار لدى الفرد يكون عميق لدرجة أنه لا يمكن لهذا الفرد أن يتقبل شخص آخر أو أن يقبل فكرة بناء مشروع زواج معه إذا لم يشاركوا نفس المشروع السياسي. أما إذا الالتزام السياسي نفسه يجمع الثنائي، فتصبح السياسة عامل التحام بين الزوج والزوجة. كما بالعكس يمكن للثنائي التعايش تحت سقف واحد بآراء سياسية مختلفة، ولكن إلى أي درجة؟ التقارب الفكري والإيديولوجي والديني هو عامل من عوامل التوافق ما بين شخصين، يعني شخص بده يختار شريكه، هذا العامل يساعد على التقرب ما بين شخصين. فعلا الشخصين اللي يلاقوا على انه في بيناتهم توجهات سياسيه مختلفه يكون عندهم فعلا القدره وربما شوي من منبع الحب اللي بعضه فيهم تيجعلهم شوي يقبلوا بعضه، رجعنا لقبول الاخر بخيل الاختلافات وتيتخطوا هذا الوضع، لانه فعلا هذا الوضع بيوصلهم الى عدم امكانيه العيش سويه. الأشرفية بلد بتوقع على تل بالجزء الشرقي للعاصمة بيروت، ومن طبيعة تكوينها الجيولوجي وموقعها الاستراتيجي اكتسبت اسمها. وبالرغم من النسيج الحزبي والسياسي المتعدد والغير متجانس اللي بتضمه هالمنطقة، إلا وأن ما زالت شامخة على تل متينة وحاضنة بطياتها جميع وجهات النظر والأفكار والآراء السياسية. فريق تحقيق قرر يغوص بهالمنطقة يستشف من نبع التعدد والاختلاف. ولدى دخولنا هالمنطقة اللي بتتسم بشوارعها الضيقة واكتظاظ مبانيها السكانية والتجارية، كان باستقبالنا تمثال الرئيس الشيخ بشير جميل بساحة ساسين. أكملنا طريقنا وتوجهنا على منطقة كرم الزيتون بالأشرفية، حيث قررنا نزور منزل السيدة ليلى الأسمر اللي بتأيد التيار الوطني الحر ومنزلها ملاصق لمكتب القوات اللبنانية بالأشرفية، فكان الشجار والجدل السياسي بانتظارنا ليرحب فينا، إذ ليلى بتأيد التيار بينما شقيقة ما بوافق الرأي لأنه مصطف مع 14 أدار والقوات اللبنانية. واحد يحط جالس يقعد عوج يحكي جالس. أي جالس؟ جالس بدك تحكي. ما أصلكم عوج كيف بدكم تحكوا جالس؟ نعني نحن جالسين وأنتوا العوج. لكن منين جالسين؟ أنتوا عوجتوا ما كنتوا عوج. مين عوجنا؟ هو شخص واحد عوجكم ولاحقينه. مين هو؟ أنتوا حرين. مين لاحقين مين؟ أنا ما إلي علاقة. لاحقين مين؟ وطي صوتك. لا ما بتعلي علي صوتك، أنا عونية ما بتعلي صوتك علي، ممنوع. يعزك. حل عني. كم أنت كنت تحكي على الحكيات إلي؟ بدي جرسك على ام تي في. انت كنت عمرك تحب الهوات من امتين هاي؟ انا قلت لك لاني هواتي ولاني عمري. بمين بتشد؟ انا زلمه شيوعي. ايه بمين بتشد؟ بمين بتشد؟ اي شيوعي بشد بالهوات؟ روح الحق حداد انت. انا بس عم اقول لك هوات ما عم اقول لك جعجع، انتوا بتقولوا عون، قولوا تيار. تيار وطني الحر. سياسه التيار شو هي؟ رئيسته سرقه وتنصيب وشو كمان؟ يا عيب الشو ما بتبيع عني من البترول. ليك انا بعترف انطف واحد اجا هو السنيوره، ما سرق. لا كله لا ما سرق، ما حدا سرق غير ميشيل عون. ميشيل عون قاعد بالاجار، قاعد ببلاش، كلهم اموالهم عملوا قصوره. ميشيل عون ما عنده بيت بعد، سكوت. تقول لي بس سافر اخذ ذهب. ليه ما بياخذ ذهب؟ قدموا له ذهب لانه بيستاهل الماس. ولك اسمعي، ليه الماس ما بياخذ وزاره المهجر؟ لازم كل اساور الماس يعطوه. خلاص حل عني. لك ليه عم تصور؟ ما عم نسب. وفل عني. مش عم نسب، عم نحكي خط سياسي. نحكي خط سياسي. ميشيل عون خط نسبه. اللبناني الصرف. ايه وغيره ما في خط لبناني، كله المصاري. او ايه
ياخذ حقه. تاسي مظبوطة. طب شو شفنا من عصام في العالم؟ طلع فيها إلي وليلى شقيقين جمعهم دفء العيلة الكبيرة، ولكن كان لسياسة وقعة لتتدخل وتغير إيقاع هالعيلة، فالجدل بيناتهم جمل واسعة، أفكار مفككة، وهالتوتر رمي بظلاله على علاقتهم اللي كانت متينة وقوية. على فكرة نحن أخوة ومختلفين، يعني بكل بيت في خلاف، مش عم نقول هيدا خيي ومختلفين أنا وياه بالرأي. واحد كل إنسان بده يحكي، أنا بحكي رأيي من دون خوف. أنت بتضل خايف، ليه خايف؟ خايف ما تخاف. هالحب الكبير لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون حث ليلى على طلب من أحد الأشخاص أنه يحضر لها من الرابية صورة موقعة من قبل الجنرال شخصياً لتحتفظ فيها كذكرى غالية كتير على قلبها منه. خيي شو خيي إن شاء الله؟ هيدي بدي أعطي فيها هيدي أغلى شي عندي بالدنيا. بدي أقدم لك نسخة منها، بس بتتصورها وبترجع لي إياها. هيدي من أغلى إنسان على قلبي بهالبلد. شبوبية حلوة. شبوبية مشبوبية رجال، الله يطول عمره. الله يطول عمره. إذا طار إذا ميت هالزلمة بشانتك قول باي. هيدا الزلمة الخلاص بإيده. أيوة. إذا ما خلوه يخلصنا ما في مجال. روح عم روح. دب الشنطة وباي باي. روح وعزم الكنيسة. هيدا الإنسان يلي لازم الكل يحبه. الله يوعي الشعب كله يلحق هالخط. نتبارك. الله يهدي. هلا يمكن يمكن يكبر لي عقلي. بدك بده يكبر. أو بيعمل قصير كل مرة. هاي الصورة أنا على الرابية ما قدرت أطلع. حابة روح وأقعد معه الجنرال. أكيد منه فضيلة. توسطت بالواسطة قلت لهم بدي صورة من عنده ويمضي لي إياها. تخليها ذكر عندي لأنه هيدا الإنسان هو وطيب، وإذا يوماً ما الله بعد عمراً طويل حتى ما أنسى هالملامح البريئة هالوجه الهيئة المسيح على الأرض. نزل الطيار على الأرض والسيادة هي حدوده هدم حيطان التعاسة خافوا منه. وبعد ما غدرنا منزل السيدة ليلى قررنا نقوم بجولة ميدانية بشارع كرم الزيتون لنستقصن السكان على آرائهم السياسية. فبداية دخلنا محل يقع بأول الشارع حيث اطلعنا من صاحبه على رأيه السياسي وانتمائه الحزب. أهلا وسهلا. بالسياسة ما فيش كل شيء كمان، عادات مواليك عادات متابعات نتابع بشكل يومي. أكيد إن كنا نحب أول شيء بلشنا نحب حزب الكتائب. هلا الكتائب طلع منه حزب القوات مزبوط؟ هلا تطورت القصة صار في حروب وكذا وكذا ونحن نضجنا وبعينا. أنا هلا عندي الجيش اللبناني وبس. أنا هلا عندي الجيش اللبناني وبس. مع احترامي للكل يعني. وبعدها كمل فريق تحقيق جولته بالشارع ليطلع من الناس على وجهة نظرهم السياسية ومعرفة انتماءاتهم المتعددة. أنت مع مين بالسياسة؟ أكيد مع سمير جعجع. أكيد. طب ليش مع مين هو بالسياسة؟ لأني بحبه. بيفهم. لأنه زلمة آدمي وبيفهم. كيفك عمو؟ كيفك عم؟ عم أنت مع مين بالسياسة؟ مين بتأيد بالسياسة؟ ما بأيد حدا فيه. مين ما بايد حدا. جعجع معلوم، جعجع مفهوم والكتايب مفهومين وكله، بس حطين لي نصر الله بالنص هذا من شان شو. ومن كرم الزيتون والأحياء الشعبوية بالأشرفية قررنا ننتقل على حي آخر لنزور عائلة مؤلفة من زوج، زوجة وبنته. وضعت هالعائلة السياسة عنوان عريض بحياتهم يحاكي الحب ويرادفه لاستمرارية العلاقة. أنا من الناس يلي القوة جزء أساسا من حياتي، وتكون بكتير كتير وضوح أنا ما فيني يكون برات القوة، يعني بالتالي ما فيني يكون مع بارتنير ما بيفكر مثلي، ما بتناغم أنا وياه، ما بنكون شو الأمام لونغار دود. وبالنهاية نحن كمسيحية بنعتبر العائلة يعني لفهمية شغلة كتير كتير مهمة وكتير مقدسة،
يعني ما فيك تكون مع البارتنير تبعك، ما فيك تكون مع شريك حياتك اللي بدك تكمل لزاني إذا الله عطيك عمر، إذا إنسان ما بتتفق أنت وياه بالأفكار. ففضلاً عن انتماء كريستيان حزبه وحفاظه على عقيدة القوات اللبنانية كبوصلة بمنهجية سيرة حياته الفردية، أصبح للحزب أيضاً خارطة طريق لشخصين بيمشوا بتناغم والتقاء أفكار وتبادل أراء. فكريستيان وباولا تعرفوا على بعضهم بساحة الشهداء ب 14 أذار 2005 وبظل ثورة الأرز. فحب للسياسة ترجم لحب آخر أثمر عن زواج وولادة بنتهم كريستينا. أكيد هيدا الشيء الأكثر شيء إذا بدك جمعنا وبيجمعنا. أكيد في بنتي يعني ناطرة أمور السيبراك، ونحن كنا ذات التفكير وذات المنطق وذات التوجه السياسي إذا بدك. هذا أكيد شيء بخليك يعني تكون أكثر مثل ما بقولوا سلمان روم جردوند، يعني هي الأساسي. بعدين في شغلة بدي أضيف لك إياها، بتنقال بالفرنساوي نوسان توجور على روشيش دون سامبلابل. بقى لها سبب، رو اتنين ما فيهم يكونوا مع بعضهم إذا بدهم يعملوا إنفامي إذا ما كانوا بيفكروا مثل بعضهم. وهذه شغلة برنسيبال، يعني إذا بنحكي سياسة بنحكي لوجيك، يعني هذه طريقة تفكير بالحياة. كود الفوت تبعنا كان عام 2005، كان يعني بعز ثورة الأرز، وتعرف كيف كانت الأجواء وقتها، وكان هيدا كتير إذا بدك سامبوليك. يعني كريستيان المنتمي لإيديولوجية سياسية ورث عن والده لرباه على قيم الفكر اليميني الكتائبة، فتح نافذة خاصة له بتطل على منهجية القوات اللبنانية. خلقنا وربينا ببيروت بمنطقة الرمال، وعشت أنا إذا بدك طفولتي، أول طفولتي بعائلة كتائبية، حيث بي إذا بدك انتسب لحزب الكتائب بسنة 1955 مع الرئيس المؤسس بيير جميل، وبسنة 85 كان عمري أنا 16 سنة انتسبت للقوات اللبنانية. الدافع الأساسي هو بشكل أساسي كان هو همنا برانسيبالمان هو الدفاع والحفاظ على لبنان، على الكيان اللبناني. العائلة هي القناة الأكثر ضمانة لانتقال القيم والمبادئ من جيل إلى آخر، ولكن اليوم مفهوم الأسرة لم يعد ذاته، فالعائلة عرضة للتطورات الإيجابية والسلبية، تتأثر بالأزمات الاجتماعية وتضعف مع متطلبات وضغوطات الحياة اليومية. بهالإطار يبدو من البديهي ألا يتماثل الأولاد مع أهلهم بالأفكار السياسية والانتماءات الحزبية، لأن الشكوك والتساؤلات تضرب مصداقية الأهل فيما يخص المسؤولين والزعماء. فكتار من الشباب والأجيال الجديدة بيعتبروا أن المسؤولين مهما كانت انتماءاتهم فاسدين، ما بيهتموا بقضايا الناس وما بيكترسوا بمشاكلهم الآنية أو المستقبلية، مما يضرب التماثل بين الأهل وأولادهم، ويصاب بالتالي مفهوم التوارث السياسي بين جيل وآخر ضمن الأسرة الوحدة. العديد من الشباب بيبرروا خياراتهم بضرورة التواصل مع التزام من سبقهم من أباء وأجداد، فالتماثلات الإيديولوجية تخاط بزوايا التراكمات العاطفية، مما يؤدي إلى توارث الخيارات السياسية بين الأب والابن، ومن الجد إلى الحفيد، ومن ثم إلى تواصل هذا الإرث السياسي وديمومته على مدى أجيال متتالية. هالأحزاب هالمؤسسات بتبلش تشتغل على هذا الشباب وتخليهم يدخلوا بنفس المنطق اللي عم بيكون يدخل فيه بين وكذا. من هون بتلاقي هذه العائلة عايشة بنفس الجو، معطى إلى نفس القيم، متربية عليها، عم تترسخ بذهنها. وهيدي هي حالة أكتر بكتير
اجتماعيا واحصائيا من حاله الاختلاف ما بين داخل العيال. هودي ليه؟ لانه هودي صار بعد عندهم هذا الحس العقلاني الذي جعل القيم العائليه التقليديه يلي قايمه عليها العائله اللبنانيه يلي هي خلصتنا من الحرب ومن ويلات الحرب، يعني التضامن، يعني العلاقه القويه ما بين اعضاء العائله، حد أدنى من السلطة الأبوية اللي ما عادت أكيد التسلط ولكن بعد إلى نوع من الهيبة نوع من الكذا. هودي عدتوا لهذه القيم بعد عندهم إلى نوع من الاحترام نوع من الحضور جعلوا يقدروا يتخلصوا من حدة الصراع السياسي، يعني يتخلصوا من أنه يجعلوا الغريزة تطغى على الأحاسيس الأساسية عندهم. تحت المطر مع العاصفة القوية دخلنا طرابلس. ما في شيء بيقتل الحياة عن هالمدينة الفقيرة، وجوه الناس ما بتتبدل، بتضل رغم الفقر والتعتير والحرمان عم تضحك تبتسم عم تكدح كرمال لقمة العيش. طرقات وأزقة منسية غرقانة بالمي والحزن، فالشتا ما بيقدر يمحي جروحات هالمدينة يلي عانت ولا تزال من زواريب السياسة وملفاتها، كلفها الأمر دم ودمار، بدءا من الجرح الدايم بباب التبانة وجبل محسن، وصولا إلى مفاعيل الأزمة السورية على مفاصل الحياة اليومية والناس. يعني مشان ما سبسب معلم شي بيحاولوا الاثنين بلا مقدمة، ومن الكل ما بس منهم اثنين سواء، من كل زعيم بهالبلد بالشمال بالذات، يعني من كل زعيم شي بيهوي إذا اعتبر بسبت وينك توت قد ما بدك معلم، لأنه وضع ما بينحمل، يعني ما بينحمل، يعني هلا أي تنظيم إرهابي بجيب معه شوية دولارات معلم بنزل معه 100,000 100,000 إنسان، ها بنزل معه عالم كتير، ولا مأخذ الناس عم بتصيرها رخيصة قد من الجيعاني رخيصة. من ساحة النور بدأت جولتنا، شتا بيخف وبيقوى ولكنه ما بيبلل صور السياسيين المشلوحة بكل مكان بطرابلس وبكل زروب وعلى كل بلقون، تيظن العابر بهالمدينة انه عم بيعيش كرنفال انتخابي مستمر. السياسة بطرابلس بتختلف عن مناطق لبنانية تانية وإلى طعم خاص، وبجولتنا زرنا مكتب الصحافي غسان ريفي المتخصص بالشؤون الشمالية طيوضح لنا أكثر عن واقع الانقسام السياسي والعائلي بهالمدينة. أنا برأيي تختلف عن كل المدن اللبنانية، بطرابلس يمكن على الصعيد اللبناني الانقسام 14 أدار و8 أدار، بطرابلس يمكن نفس الانقسام ولكن بوجوه متعددة، لأنه بطرابلس في زعامات سياسية تقليدية موجودة، وهيدي الزعامات عاملة تنوع كتير كبير بالمدينة، تنوع سياسي بيعطيها غنى أنا برأيي، وبيعطيها يعني حياة سياسية أفضل للمدينة، أو بالأحرى كان لازم يعطيها حياة سياسية أفضل. نحن اليوم بطرابلس عنا كتير من القيادات والزعامات السياسية التاريخية، إذا بدنا نبدأ بالرئيس عمر كرامي والرئيس نجيب ميقاتي، وأكيد ما استجد بعد خلال وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالحكم وانعكاس هيدا الشيء على طرابلس،
وبعد استشهاده وكلنا بنعرف كيف تحركت العملية الطائفية وخصوصا الحديث عن السنة وانعكاس ذلك كمان على المدينة. لكن اليوم طرابلس يعني فيها تنوع سياسي يتوزع على كل هذه القيادات، يعني هناك بعض الطرائق، يعني هناك كثير من الطرابلسيين محسوبين على الرئيس عمر كرامي، هناك كثير من الطرابلسيين محسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي، هناك كثير من الطرابلسيين محسوبين على النائب محمد كبارة، وهناك تيار المستقبل طبيعي بطبيعة الأمر موجود كذلك في المدينة، ولكن تيار المستقبل لا يوجد له قيادة محلية سوى نواب المدينة، يعني نواب اللي مرتبطين بشكل مباشر بالقيادة المركزية ببيروت أو بالرئيس سعد الحريري. واقع الانقسام السياسي بطرابلس بيندرج على كل حارة وحي. الناس بهالإحياء بتستفيد من خدمات مقطوعة صحية وغذائية وتعليمية، ما بتساعدها لتحسين ظروفها المعيشية، بل العكس بتخليها رهينة بيدها السياسيين. والدليل انه أثناء تجولنا داخل هالإحياء الفقيرة لاحظنا كمية البؤس الاجتماعي والاقتصادي والحرمان يلي بيعاني منه سكان هالبيوت المكدسة فوق بعضها يلي بتعيش أسرها تحت خط الفقر. لمين مع السياسة؟ مع مين بالسياسة؟ هون مع الصبدي ومع المقوتة. ليش؟ لأنه منيح معنا، هني بيجيبوا لنا أكل على البيوت. حريري بيقدم لكم شي هون؟ حريري قدمنا مرة وما عاد عطاب. ما عاد عطاب. انت مع الشخص اللي بيقدر يعطيكي خدمات صح؟ ايه. وبتحبيه وبتنتخبيه؟ ايه. دخلنا حارة المشار، وهي حارة بتضم 1000 نسمة، معظم سكانها بينتموا لعيلة وحدة او بتربطهم علاقات قرابة منقسمين بانتمائهم السياسي بين الرئيس عمر كرامي والرئيس نجيب ميقاتي، وبعضهم انصار لتيار المستقبل وللوزير محمد الصفر. واقع الحارة مثال حي للانقسام العمودي سياسيا بطرابلس، لكن بيبقى لها الحارة كبير مثل الحارات الشامية بالمسلسلات السورية، زعيم محلي بيختصر مشاكلها واقعة وبيشرف على تفاصيل السكان ويومياتهم، وهو الشيخ عبد القادر النشار المنتمي سياسيا للرئيس كرام. تقريبا مجمل الحارة حردنا حردة النشار، يعني معروف، يعني 80% من سكانها هي النشار، واللي منهم موجود منهم من أهل النشار يأخذي منهم يأخذي منا، يعني عائلة واحدة تقريبا. فنحن هون بهالمنطقة تقريبا حوالي 60% بهالخط، يعني لمين سياسيا؟ نحن الخط الممانع، يعني نحن بننتمي هون بطرابلس لسياسة الرئيس عمر كرومي، وما في شك دولة الرئيس ميقاتي يعني كمان. لكن هون نحن عندنا بالمنطقة في قسم ينتمي بالسياسة لتيار المستقبل، يعني هن بالنهاية أهلنا كمان، يعني وهذا الموضوع حرية الرأي. نحن لبنان حتى بالإسلام يعني في حرية المعتقد والرأي. جوانا بالكاميرا داخل الحي بالبيوت والأزقة والزواريب المعتبة، بين أولاد متعتهم الوحيد اللعب على جدران عمره آلاف السنين. محطتنا كانت داخل بيت العم محمد البيروتي يلي ورثه عن أجداده، هو بيت سكنه الرجل التاريخي بربر آغا، موقعه تحت قلعة طرابلس الصليبية مباشرة. بهالبيت صراعات سياسية يومية بين الأب يلي بيشتغل شوفير تاكسي وبأيد الحريري، وبنته فاتن طالب الجامعية يلي بتأيد الرئيس ميقاتي. أنا المشكلة بالبيت السياسية مش مع أي حدا، يعني غريب، مش مع البابا، يعني من دل أنا وياه منتلاسن ومنتناقر، يعني هو معه رأيه السياسي وأنا معي رأيي السياسي، كل واحد فينا عنده رأيه الحر فيه، يعني هو مع الحريري وأنا مع الميقاتي،
يعني بالنهاية أنا مقتنعة برأيهم مقتنعة برأيه، أنا مع المئاتي لأنه هون بطرابلس شغل المئاتي مش اشترك هيك، يعني اشتغل بمنطقته، اشتغل منطقتنا، فتح مستوصفات، فتح كتير أشياء، فتح مجالات عمل، عمل جمعية خاصة فيه، فلهيك أنه أنا مقتنعة فيه وحبيبته يضل هو بالرئاسة. ويعني احيانا بنتجنب حتى نحن نحضر توك شو سياسي لانه بنصير نتلاصم بين بعضنا، تجنبنا حتى نحضر اخبار، صرنا بنحضر ما بعد الاخبار بس حتى ما نتلاصم، يعني احيانا بتوصل بيناتنا لنبطل نحكي يومين بس انه انا عندي رايه وهو عنده رايه. فاتن بتدرس بجامعة خاصة إدارة الأعمال وتكاليف جامعتها على عاتق والدها، لكنها مصرة رغم هالخلاف السياسي معه على رأيها ولو اضطر الأمر إلى إنهاء دراستها. بس هيك لأكثر ولا أقل، يعني حتى شو ما نعمل مش رح غير رأيي، يعني أنا بس حضل على رأيي، يعني حتى لو جرب يقطع عن المصروف هو بيبعتني على الجامعة، الجامعة خاصة هو بيدفع كل شيء، حتى لو جرب يقول لي ما ببعتك على الجامعة بس غيري رأيك بدي له لا أبدأ على رأيي، بس ما بتأثر على الحياة، يعني بدل بي وبدل بنته بدل عائلة، آخر النهار كل واحد مننام نفس البيت، بس إنه بدل في عنا شوي ليمتس ما نحكيها بين بعض، يعني إذا بدنا نفتح سياسة ما بنحكي سياسة، بحكي مثلا مع أخواتي بيتفهموني بس هو ما بعتقد حيتفهمني إذا حكيت معه، يعني بدي دل يقول لي لا انت هون غلط انا هون صح، بدل مفكر حاله هو غلط انا غلط هو صح، بس انا برايي هو غلط وانا صح. ايه بقول ابو جو بقول له انت غلط وانا صح، يعني المئات اشتغل هون صح ولا هو غلط، هي وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، هي مع المئاتي انا مع الحريري. ابو اشتغل كثير، ابو الله يرحمه ابو الشيخ رفيق الحريري اشتغل كثير وعلم عالم كثير على مستوى لبنان وساعد عالم كتير، فلذلك أنا معه. يعني أنت بتحبه لبي ما بتحبه لشخصه؟ هلا هو وأبوه مثل بعض بالنسبة لي أنا، يعني الشيخ سعد ورفيق الحريري الشيخ رفيق مثل بعض بالنسبة لي أنا. طب بعد ما مات بيه هو شو عمل؟ ما عمل شيء غير إنه بعد ما مات بيه استغل شهرة بيه ولا يطلع هو رئيس حكومة او لا يطلع نائب. برضو عمته ست بهي عم تشتغل كمان. يعني شفت انت بتحبهم بس مشان عيلتهم ما بتحبه لشخصه، يعني ما بتحبه لانه هو اشتغل، بتحب لانه عمته اشتغلت او لانه بابا يشتغل. عم يشتغلوا بابا هندب عم يشتغلوا مش انه ما عم يشتغلوا عم يشتغلوا جبت ديون بدل ايه بدي ديون والله الحقيقه، يعني ليه شوارع حلوه اناره في 24 على 24. حوار الأب والبنت بالسياسة بيتحول إلى نقاش حاد، لسيما إنه فاتن عصبية متمسكة برأيها إلى ما لا نهاية. إيه ما تأثر إنه لدرجة متقطع. بعدين دلوقتي بيصير أي شيء كل بالسياسة على جنب، نحن كلنا شخص واحد، الحارة كلها شخص واحد. يعني السياسة ما بتصير. عيل وحدة بإذن الله عندهم بالمنطقة برا ما بعرف. لما تقعد كل حارة طرابلس هيك يعني السياسة ما بتأثر. ما في غير مثلا جبل تبين عنده 3000 انا جبل تبين هيدي الله يخلص تبقى من هالموضوع هذا ويريحنا من هالحروبات اللي عم تصير. والله الخلافات بالاراء السياسيه بحاره النشار وداخل بيوتها ما بيمنع انه نعيله وحده، ما بتفسد السياسه محبتهم وتمسكهم ببعض، فهن بالنهايه عاشوا وعم بيعيشوا بحاره وحده بتعاني الفقر والمرارة. توجهنا فريق تحقيق على مكان الاعتصام يلي أقامته قوى 14 أدار جانب منزل الرئيس مئاتي بهدف إسقاط الحكومة، والتقينا بأبو عمر يلي كان باستقبالنا ليخبرنا عن تجربته مع السياسة وكيف ساهمت ووحدت عائلته وزادت من تمسكها. مرحبا. انت ومين هون؟ انا وعائلتي واصدقائي ورفقاتي، نحن تيار المستقبل هون. هدفنا نفرجي العالم، نحن ما منحارب، فرجي العالم الغلط اللي عم بيصير من الحكومة واغتيال لواء الشهيد
وسام الحسن خلينا ولو بصورة رمزية بس لنفرجي للناس انه نحن هالشي ما بنتقبله ولم نرضى عليه، ومشان ما يزيدوا الشهداء وكل يوم عنا شهيد شهيد شهيد. ولو بدنا نضحي إسا أكتر وأكتر وأكتر بدنا نتمون لحتى تسقط هالحكومة اللي أخذت لنا وسام الحسن. أبناء أبو عمر على الرغم من صغر عمرهم إلا أنهم متعلقين بأفكار وانتماءات سياسية تابعة لأهلهم، منشوفهم بينزلوا بيعتصموا وبيدافعوا عن قناعاتهم. أنا ننزل هون لأنه مقتنع أنه وجهتي مضبوطة مشان أسباب هذا الاعتصام. وانت بتعتبر انه موضوع بريحك انه بيك انت مثل بيك بخط السياسي؟ يعني لو بيك بسياسه ثانيه كنت تعبت تضايقت كصبي؟ ايه اذا كان بيي بسياسه ثانيه اكيد كان، لانه بصير في اختلاف راي ومشاكل وهيك. انا بعتبر انه السياسه كثير بتريح وبتخلي في تفاهم بين العائله، وعندي انه ما بيتخانقوا العائله ببعضها وقتها بيكونوا سياسه واحده. وبالمدرسة انه اوقات بيكون في اختلاف وقت اذا بيكون كل طالب مع بسياسة معينة، يعني انت بتعتبر انك مرتاحة من هالمشاكل مش موجودة عندك؟ ايه مش موجودة عندي مشاكل السياسة. انا بحب سعد الحريري لانه ابني اللي عمر لبنان، ولانه اخواتي وماما وبابا بحبوا. مشاكل يعني بين اخوي، صار في ذبح سكاكين وقواس وكذا وهيك بخصوص السياسه المختلفه، يعني بيكون هيدا مع طرف وهيداك مع الثاني، بصيروا ما بيعودوا بيتقبلوا بعضهم، حتى بينسوا الدم بينسوا التربيه بينسوا اخلاقهم بينسوا دينهم بينسوا كل شيء، بس بيتذكروا السياسه وخلفتهم، وفعلا تركوا بعضهم قتلوا بعضهم، في ناس راحت فيها. يعني هيدي قصص ما بعرف اذا بتنزاع على التلفزيونات او شيء، بس هيدي قصص صايره. من الخيمة انتقلنا على البيت، استقبلتنا أم عمر وحدثتنا عن أهمية الالتزام السياسي الموحد بعائلتها. شو كيف كان الاعتصام؟ طمنونا عنكم، كيف الأجواء؟ رائع رائع. يا شو هاد رحبوه؟ نحن تابعين لنفس النهج السياسي، عم نلاقي يعني اي مشوار اي اعتصام اي مظاهره اي نشاط بده يقوم فيه مثلا تابع لنهجنا بنقوم فيه سوا، وبنكون كتير مرتاحين واولادنا معنا وكلنا يعني ايد وحده، وبنفرغ حالنا وبنكون مبسوطين. و طفتينا من الخيمه، نحن كلنا بدنا السياسة بهالبيت هي مبدأ وقناعات تترفع عن أي مصالح شخصية ممكن تأثر على اتجاهاتها وأفكارها، وبحال أثرت على إحدى الزوجين فالنتيجة قد تؤدي للانفصال. هذا السياسة جامعتنا، خليتنا قراب لبعض، المحبة موجودة، ما في اختلاف، نحضر تلفزيون سوا، مشوارنا على مكان معين كلنا سوا بنجمع عليه، حتى غدانا بنروح على محل بنرتاح فيه، بنلاقي ميولنا، يعني ما بدنا نروح اذا رحنا على غير محل يمكن غيرنا يحب، نحن لا، نحن كلنا بنجمع على محل معين، يعني متفقين بقرار واحد. ونحن كثير انعرض علينا شغلات، نحن انه مثلا نغير اتجاهنا السياسي، انعرض عليه لزوجي، يمكن لو كان هو وافق كنا حيصير خلاف كبير بالعائله ويصير مشاكل، يمكن كنت تؤدي للطلاق، لانه نحن من النوع اللي خلص ما مقتنعين بهالرجل السياسي. ما معقول، انا من جهتي ما بقدر غير ابدا مبادئي، ولا بنقدر لا يعني
قد ما صار في إغراءات مادية أو أي شيء تاني ما حنغير مبادئنا السياسية. مشاكل كبيرة وخلافات عائلية قوية بخبرنا عنا أبو عمر، مثل لعلاقات زوجية فشلت مورا الاختلاف بالانتماءات السياسية داخل العائلة. هي وأنا برأي واحد، يعني إذا غيرت رأي بده يصير فيه خلاف، وقلت لك نحن شرعيين. هذا الخلاف ممكن يبلش بالسياسي وينتهي بشيء ما حرمه الله، وهذه نحن ما بنقبلها. هالسبب الحمد لله أنه نحن بخط واحد. تجربة أبو عمر وأم عمر الزوجية الناجحة يلي كان الانتماء السياسي الموحد أحد ركائزها الأساسية، أثرت على منار البنت البكر يلي بتتمنى تعيش تجربة زوجية مماثلة. فلما سألناها عن فتى الأحلام أجابت: إذا تقدمنا شخص على أول شيء منكون سائلين مين هو هذا الشخص، يعني إذا كان آدم أول شيء بفكروا فيه، بعدين بيصيروا بتعرفيه إذا شو سياسته. صدق أنا من النوع اللي بسأل لمين منتمي دغري تلقائيا، يعني مع 14 ولا 8. إذا كان مع 8 الله يساعدهم يا بعضهم. أكبر عالم أنتروبولوجيا بهذا العصر اللي توفى من كم سنة كلود ليفي ستروس بيقول: لا تفتشوا عن التماثل، هناك دائما تماثل بين الشعوب والحضارات وكذا. لتفهموا حضارة ما فتشوا عن التمايزات داخلها، لأنه هذه التمايزات بتخلينا نشوف كل واحد شو عنده، كل واحد شو كذا. نحن بالعكس هون، نحن فلسفتنا بالمجتمع اللبناني تعالوا نشوف شو بيجمعنا وشو بنشابه بعضنا وشو كذا، خلينا نميزه، واللي بيخلفنا بنحطه بالزاوية. بالآخر شو عم يتفجر فينا؟ يلي بيميزنا، لأنه مش عم نطلع فيه، مش عم نشوفه، مش عم نقبله عند الآخر، مش عم منعالجه، نكبه بالزاوية مثل اللي بنطفوا البيت وشوية زبالة بنشلوها بكبوها تحت الكنبية، طب بالآخر بطلع ريحتها. فهذا غنى إذا كنا بمفهوم السياسي وبالممارسة السياسية الصحيحة. يصبح لعنة في حال مفهومنا وممارستنا للسياسي مثل ما حددناها بلوك. ممارستنا للسياسي هي ممارسة تسلط وألغاء. مفهومنا لما نسميه الديمقراطية هو كتير مفهوم غلط، وكتير مفهوم لبناني ملبنينه، وإذا بدي يكون أبعد من هيك بقول هو مفهوم عالم ثالث تقريبا موجود في كل المجتمعات المتخلفة. السياسة تندرج بمعناها العميق ضمن التنازع والصراع بأي نظام ديمقراطي. التعددية بالآراء، بناء الحوار وتنظيم الجدل هن أعمدة هذا النظام. الديمقراطية تتغذى من الخلاف، هي راسي على مبدأ التناقض بالآراء والتعبير عنها يتجلى بالتعددية السياسية. وحدة الأنظمة الديكتاتورية والتوتاليتارية تطمح إلى إسكات الخلافات وقمع المعارضات وتخنق الانقسامات، أما الديمقراطية فتبنى على الجدل والمناقشة، تحضن كل الآراء، الإيديولوجيات، المشاريع والقناعات، وهي تتجسد بخيارات مجتمعية مختلفة متناقضة تستند على قيم. وكما قال الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيه: الديمقراطية لا تكمن بالتواصل العميق بين العقول، إنما بتناقض المعاني وتصارع الأفكار بدون رحمة. ولكن عندما ينقلب الحديث إلى شجار، الحوار إلى انفعال، الغضب يحل مكان التفاهم، والبغض بيحتل كل المساحة العامة والخاصة. هذا موضوع أردنا معالجته بتحقيق الليلة والتطرق إليه بكل جوانبه بدون التحيز إلى أي فريق كان، لأن الضوء لم يسلط على حزب أو على تيار أو على فكرة، إنما على نظرة الأفراد إلى هذا الحزب أو هذا التيار، والتمسك بهذا الحزب أو هذا التيار على حساب كل شيء آخر، على حساب تماسك المجتمع، على حساب تضامن الأسرة، على حساب ترابط البيت الزوجي. وهذه ظاهرة غير صحية بمجتمعنا.